السلام عليكم أصدقائي، كيف الحال؟ أتمنى تكونوا بخير يا رب. اليوم بدي أخبركم عن طريقة تحميل أو مش تحميل، عن طريقة تنزيل المنشورات على إنستغرام إن كان فيديوهات أو صور، وكذلك تنزيل الستوري على إنستغرام بجودة عالية. الموضوع هذا بسيط جدا وسهل ومش معقد. اليوم بإذن الله رح خليك تنزل صورك على الستوري وكذلك فيديوهاتك على الإنستغرام بجودة عالية جدا بدون ما يتم تغبيشها أو يتم تقليل حجم الفيديو أو الصورة. الموضوع هذا بسيط جدا وسهل ومش معقد، بس بدي اياك تركز معي كتير منيح في هذا الفيديو، وأتمنى تحط لايك وتشترك بالقناة، أتمنى تدعمني. تمام، عشان يا صديقي تنزل فيديوهاتك على الإنستغرام أو صورك أو ستورياتك بجودة عالية، في خيار معين لازم تفعله على الإنستغرام، لأنه لما تفعل الخيار هذا أي شيء بنزل بعدك راح ينزل بجودة عالية جدا، وهذا الشيء عن تجربة شخصية. طيب يا أحمد، كيف بدنا نفعل الخيار هذا أو إيش هو الخيار هذا؟ ركز معي كتير منيح. أول شغلة يا صديقي بنروح نضغط على ثلاث خطوط يلي فوق شايفينهم، ومن ثم على سيتنج الإعدادات. تمام، بعدين بننزل لتحت شوي، كمان شوي عند الخيار هذا شايفينه، تاع بيانات الهاتف. تمام، ركز معي كتير منيح في هذه النقطة عشان مهمة كتير. شايفين الخيار الثاني اللي أنا مفعله؟ هذا الخيار يا صديقي لازم يكون مفعل بحسابك، اللي هو خيار تحميل الفيديوهات بأعلى جودة. لو أخذنا سكرين هيك ورحنا نترجم الخيار هذا، عشان أنا ماليش على الإنجليش كتير يعني. تمام، ولكن لو أخذنا سكرين ورحنا نترجم الخيار هذا، شايفين شو كاتبين لك؟ تحميل بأعلى جودة. يعني يا صديقي بمجرد انك انت فعلته كل فيديوهاتك راح تنزل بجودة عالية ومش راح تواجه اي مشاكل. تمام، فالموضوع بسيط جدا وسهل والله ومش معقد، بس فعل الخيار هذا وامورك تمام، وان شاء الله راح تنزل كل فيديوهاتك وصورك وستورياتك بجودة عالية جدا. وبس والله كان هذا فيديو اليوم، اتمنى يكون عجبكم. لا تنسى تحط لايك وتابعني اذا انت جديد، واذا كان عندك اي استفسار او اي سؤال اتواصل معي على حسابي على الانستغرام، هذا هو حسابي وان شاء الله راح ارد على الجميع ومش راح اقصر مع اي حد. وبس والله، السلام عليكم.